قال معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى إن منح المرأة السعودية حق قيادة السيارات أمر استثنائي مهم سواء من الناحية الاجتماعية أو السياسية، كما أن له بعدا اقتصاديا مهما. للتعليق على الموضوع تنضم إلينا من السعودية مباشرة الأستاذة نهى الجديبي، إعلامية وباحثة اقتصادية متحدثة في الشأن الاقتصادي والاجتماعي في المملكة، مدرب معتمد وحصل على الماجستير في الاقتصاد. أستاذة نهى صباح النور. صباح الأنوار ومساء الخير طبعا للناس اللي في السعودية، وصباح الخير لكل الجمهور في أمريكا. أهلا بك أستاذتي على صوت العرب من أمريكا في إطلالتك الأولى. يعني كان يوما تاريخيا في حياة المرأة السعودية، تصدر ترند أنا أقود صفحات التواصل الاجتماعي عربيا أكثر من 800 ألف تغريدة باللغتين العربية والإنجليزية. أستاذة نهى، كيف احتفلت النساء في السعودية في أول يوم قيادة؟ يعني كأنه كان عرس وطني. فعلا كان خبر مسعد وأثار الكثير من الفرح والسرور لدى النساء والرجال على حد سواء. يعني كان الرجل جنبا إلى جنب إلى السيدة، سواء كانت الأم أو الزوجة أو الأخت أو الإبنة، في دعم رائع جدا تجلى في تلك الليلة. منذ صباحات اليوم الأول للقيادة اللي كان 10/10/1439 من الساعة 12:02، يعني من صباح اليوم لم ينتظروا حتى فترة اللي هي الصباح الساعة 6:06، وإنما من الساعة 12:02 صباحا الكل كان بيسجل الحدث من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. الكل كان في لحظة عرس وطني وسعادة غامرة للسيدات والرجال. الشيء المشرف والجميل أنه احتفال المرأة السعودية بهذا اليوم كان الكثير من السيدات أو غالبيتهم كنا يقودن على السيارات وبرفقة الرجل، شقيقها الرجل كان زوجا أو ابنا أو أخا، وأيضا البعض مع الصديقات احتفلنا بهذا اليوم. وكانت أيضا أجهزة الدولة على أتم استعداداتها، نشكر طبعا جهاز المرور في الدولة الذي استقبلنا بباقات الورد. أنا أجزم تماما أنه لم يكن أي رجل أمن لتلك الليلة، لم يكن في منزله، الكل كان يشاركنا الفرحة والسعادة والسرور والمباركة بهذه اللحظة التاريخية. نقصد باللحظة التاريخية للمرأة السعودية أن هنالك نمط جديد في التفكير في آلية حقوق المرأة. حقوق المرأة في السعودية والله الحمد إحنا لدينا حقوق جدا رائعة، أقول هذا الكلام بصدق. الحمد لله نتمتع بالكثير من الحقوق. حق قيادة السيارة كان على طاولة الحوار لفترة زمنية مطولة، لكن أخذ حيز التنفيذ مع طبعا القيادة الحازمة والقيادة التي تؤمن بسياسة التغيير طبعا للأفضل ومصلحة المواطن، فكان هذا الوقت المناسب لقيادة المرأة للسيارة. أريد أن ألفت الانتباه أنه في المملكة العربية السعودية النساء لدينا نساء يقودن منذ الأزل في القرى والهجر والمحافظات القروية والصغيرة التي يكون فيها جانب الاهتمام بالزراعة والاهتمام بتربية المواشي. هناك بعض الأسر التي تعتمد على الفتاة على الإبنة بشكل كبير جدا، ويتفاخر الآباء أنه لدي عدة بنات هم يقودن منذ الأزل، ليس جديد الأمر. نعم، هذا يعني موضوع مهم أستاذة نهى. يعني قد يبدو للمتابع قرار تمكين المرأة السعودية غير مهم، لكنه أنا أعتقد قرار مهم جدا وتاريخي للمرأة السعودية. الخبراء توقعوا أن يؤدي القرار، قرار الحظر عن قيادة المرأة للسيارات، إلى انتعاش اقتصادي في المملكة. أيضا ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية نحو 2% يوم الأحد الماضي، وحققت أسهم شركات تأمين مكاسب قوية مع توقعات بأن الطلب من النساء سيعزز قطاع السيارات. أستاذة نهى، وأنت الباحثة الاقتصادية، كيف ترين التأثير الاقتصادي والمجتمعي للقرار؟ التأثير الاقتصادي والمجتمعي للقرار نتحدث بلغة الاقتصاد والأرقام، سيكون هناك ارتفاع في طبعا شركات التأمين ستشهد نموا ملحوظا، أيضا شركات المبيعات للسيارات سيكون هنالك نمو ملحوظ جدا جدا.
أيضا أي قطاع يهتم له علاقة بالسيارات، يعني قطاعات التأمين، قطاعات الساقة، حتى القطاعات الترفيهية، لأنه المرأة ستصبح أكثر سهولة في اتخاذ قراراتها. في الأول كانت قراراتها مثلا، أضرب لك مثال، أنه أنا كسيدة علشان يكون عندي سيارة لابد أن أدفع أقساط سيارة وأقساط سائق، ولكن الآن يعني كان مثلا حاخد قرار 5000 ريال أو 6000 ريال ما بين راتب سائق وما بين سيارة، وممكن أتلازم عن خياراتي في إيجاد السيارة المناسبة لأنه الدخل يعني أوازن الموضوع. الآن لا، الآن سأتخذ قرار سليم، قرار بدون ضغوطات لشراء السيارة المناسبة، وأيضا قراراتي أنا كسيدة في الحصول على الوظيفة مختلفة. الكثير من الفتيات، وأنا مدربة ودائما أدرب وبقول هذا الكلام، إن كانت وسائل النقل بالنسبة للمرأة عائق كبير جدا، عائق كبير جدا، لأن المواصلات عندنا جدا عالية، تكلفتها في المملكة تعتبر عالية جدا، ممكن تأخذ ثلث الراتب أو نصفه أحيانا، على حسب طبعا أنا بتكلم عن سلم الرواتب للناس اللي تتوظف في بداية حياتها، يعني إذا توظفت ب 3000 و 4000 فتخيلي إنه 2000 ريال بتروح مستقطعة فقط إنه بتروح مع سائق، فتخيلي الآن لا، ال 2000 ريال هذه بتستفيد منها هي، ممكن تشتري سيارة قسطها مناسب وتستطيع إنه خياراتها تكون أفضل، خيارات اتخاذ الوظيفة ممكن في منطقة أخرى تقدر إنه الآن تتخذ هذا القرار، خيارات أحيانا في المدينة الواحدة، إحنا المدينة الواحدة متنامية الأفراد، تستطيع الآن إنه تتوظف إذا كانت في شمال مثلا جدة أو في جنوبها أو في شرقها أو في غربها أو في شمال المملكة وجنوبها، يختلف الآن اختلاف اتخاذ القرار، لأن هنالك في أمور ميسرة ومرونة أكثر في اتخاذ قرار الوظيفة. يعني ممكن توافق على وظيفة في السابق، يعني قبل 10-10 ما كانت تقدر توافق عليها، ولكن الآن بعد 10-10 نعم تقدر توافق عليها وبقوة. أيضا من الأشياء الإيجابية للقرار إن شركات السيارات النقل العام مثلا أوبر وكريم وخلافه والأجرة تتمكن الآن لتقديم خدمة أجود أكثر جودة، ومن الممكن أن هي تتنافس أيضا في أسعارها التي تقدم بها الخدمة. يعني بدل ما كان الموضوع حكرا على الرجال ونحن كسيدات محتاجين لهذه الشركات بشكل كبير، فكانت مثلا الأسعار غير تنافسية غير مجدية بالنسبة لي كامرأة، كانت صعبة هذه الأسعار، ولكن الآن أتوقع أنه بدأت المنافسة وبدأت العروض، إضافة إلى شركات غير التوصيل، شركات السيارات والمبيعات بدأت العروض هنالك بشكل كبير وجذاب. أريد أن أضيف معلومة، مقارنة بالكويت الشقيقة والإمارات، إن المرأة تقود السيارة منذ الأزل تحصل على رخصة القيادة، فكان نجد إنه في سيدات اتخذوا القرار إنه تصبح لديها رخصة وتقود سيارتها بنفسها، ولكن أيضا هنالك أسر اتخذت قرار إنه هي بتستخدم السائق، لأن هنالك أشخاص مثلا أشخاص مكاسب الاستقلال يمكن يكون لديها تخوف من هذه المسألة. بقول لهم حاجة مهمة، إنه دائما الاقتصاد فيه متغيرات، بمعنى كل يوم نحن نأتي بجديد، كل يوم متطلبات الحياة تزداد ولا تنقص. خيار الحصول على رخصة القيادة على الرغم من أنه متوفر من الرجال، ولكن لسه من الرجال ممكن يكون حصل على رخصة قيادة أو لا، ولكنه خياره إنه ما يكون يقود سيارة ويبغى يجيب سائق. نفس الشيء بالنسبة للمرأة، في سيدات أوكي حابة تحصل على الرخصة، حابة تحصل على إنه تكون لها سيارتها الخاصة، ولكن هنالك سيدات ممكن لديها رخصة ولكن تريد أن يكون لديها سائق، فهي عمره ما حيكون اللي يختفي السائق من المملكة، لكن هو حينقص العدد لأن الأعداد كانت ضاغطة وكبيرة جدا. يعني حوالي مليون تقريبا أستاذة نهى، مليون سائق تقريبا. نعم نعم نعم، هذا الرقم غير طبيعي في نتكلمنا على البيروقراطية للمجتمع، لأنه هنا بنعمل خلخلة اجتماعية في التسويق للمجتمع، يعني المجتمع لكي يكون سليم لابد يكون هنالك عدد العمالة، عدد السعوديين وغير السعوديين، وتصنيف حتى العمالة تصنيف لا يكون هنالك مثلا تكتل من فئة محددة بتكون بتصل إلى المليون في بلد سكانه 30 مليون مع غير السعوديين، يعني احنا السعوديين تقريبا 20 22 مليون،
احنا 30 مليون مع غير السعوديين. ليس من المعقول ان يكون لدينا مليون سائق، هذا العدد غير طبيعي جدا. ولتسهم في العلوم الانسانيه المخلخله في قولبة المجتمع من ناحيه اجتماعيه، الرقم غير صحي. استاذه نهى، طبعا يدهمنا الوقت وان شاء الله نعود معك لاستضافتك مجددا، اغنيتي اللقاء في العديد من النقاط الهامه، لكن هناك في اقل من دقيقه، يعني لا شك ان السعوديه مجتمع محافظ، ما زالت بعض النساء يواجهن ممانعه من اقاربهن، هل سيتغير المشهد مع الوقت برايك استاذه نهى؟ يعني حوالي 120 الف امراه سعوديه فقط تقدمت للحصول على رخص من اصل تعداد السعوديات في المملكة بحسب ما اطلعت عليه من احصائيات، في اقل من دقيقة من فضلك. نعم، بالنسبة لانه احنا في مجتمع محافظ ولله الحمد، والرجل له احترامه وتقديره، وكذلك المرأة لها احترامها وتقديرها. صدر قرار، عدة قرارات طبعا مع هذا القرار السماح للمرأة بالقيادة، ايضا هنالك قرارات على مستوى العام انه قوانين في التحرش، قوانين في طبعا عده مسائل لحمايه المراه اكثر وحمايه الطرفين، الرجل والمراه على حد سواء، لا نكون متحامين على الرجل فالرجل هو الشريك. بالنسبه لولي الامر او الزوج، الان المراه اصبحت تتوظف بدون موافقه ولي امر، لا تحتاج الى موافقته. اصبحت احيانا بعض الامور فوريه اكثر ما تكون يعني، لكن انا اتحدث استاذه نهى، انا اتحدث عن الصدام. نعم. الصدام يعني ليس نعم. من حق اي ولي امر، ليس من حق اي ولي امر ان يمنع اي سيده سواء وصلت للسن القانوني، سواء كانت ابنه او زوجه او ام او اخت، ليس له الحق ان يمنعها. استاذه نهى يدهمنا الوقت، اعود معك الى أستاذة نهى، يدهمني الوقت، أعود معك إلى طرح هذه النقطة. ما قصدته ليس كما حمى القانون المرأة في، وهو طبعا هناك قوانين الآن من حق المرأة أن تسوق، لكن أثاره المجتمعية، هل يعني المرأة ستصطدم مع زوجها من أجل السياقة؟ كيف ترين هذه المشكلة ستحل؟ لكن أعود معك إلى هذا الموضوع إن شاء الله في حلقة مقبلة، نتابع معنا هذا الحوار. وأشكرك جزيل الشكر الأستاذة نهى الجديبي، الإعلامية والباحثة الاقتصادية والمدرب أيضا والحاصل على الماجستير في الاقتصاد. شكرا لك يا أستاذة.